احمد لازم ارجع للنادي الاهلي. النادي الاهلي تاسست فيه، اشتغلت فيه، بتلعب وسط حراس مرمى كلهم موهوبين، سواء حمزه علاء ومصطفى شوبير ومعاكم علي لطفي كمان، وطبعا الاسم الكبير كابتن محمد الشناوي. فانتوا مجموعه كلها مواهب واسماء محترمه جدا. كنت حاسس ان انت ممكن تاخد فرصه ولا كنت حاسس ان الامور صعبه؟ يعني الفترات اللي فاتت، يعني الفتره دي للنادي الاهلي معظم الناس الصغيره شاركوا، لان الدوري اتحسم من بدري لنادي الزمالك، فده ادى فرصه دي مش هتيجي كتير، يعني ممكن تيجي مره كل 10 سنين، يعني ان يحصل موقف زي ده تاني ونادي الاهلي يبدا يشارك الشباب. في الفتره اللي انا كنت فيها كان النادي خد، يعني كان خد الدوري وكان واخد بطوله افريقيا، فكان في قوام اساسي للفريق، وكان في زي يعني في لعيبه بتشارك، وما كانش يعني فرصه كانت تبقى صعبه. مظبوط. انا يعني حتى لو كنت بخش المباريات كنت بخش ثالث دايما، يعني كان روح المعسكر، وكان كابتن محمد الشناوي، كابتن علي، او مثلا مصطفى موجود، انا موجود، حمزه، فكانت المنافسه صعبه جدا. وكمان النادي كان ساعتها، يعني في المواسم اللي انا كنت قبل ما امشي، كان النادي كان بياخد البطولات، ما كانش فيه الفرص الكبيره، يعني في كميه لعيبه شباب لعبت الفتره اللي فاتت دي، يعني ده توفيق من ربنا، شايف لان ان هم دخلوا في وقت مناسب ولا شايف انه ده ضرهم لا لا الفترة ده اللي فاتت؟ وقت مناسب ليهم، خصوصا لو حد فيهم جات له فرصه ان هو يطلع اعاره، اعتقد الانديه اللي في الدوري يعني شافت اللعيبه بشكل كويس يعني.